السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ المعلم يحيى هو اللي بتسألوا عليه. طبعا كلكم بتسألوا على اخونا الخامس، ما بيطلعش على طول. ده طبعا ده اخر عنقود يحيى، عمال يقول انا ما طلعتش معاك في الكلام قبل كده خالص. وشافني طبعا ما عملت التحدي بتاع الاندومي لما كنت بتحدى محمد اخويا في 10 اندومي، فقرر ان هو يتحداني. هو الوحيد اللي في العيله اللي مدمن الاندومي، فانا قلت له هنطلع مع بعض، بس هنطلع ايه في تحدي خفيف كده عشان بنلين. خمسة هنا وخمسة هنا، خمسة اندومي وخمسة اندومي. قد التحدي؟ قد طبعا. انا اخوك الكبير، خليك عينينا وكذبت. عايز انا اقول عارفك حاجة. ان انت مش عايز اقول حاجة، انت اتكلمت كتير. يلا نبدأ. كل ده اللي انت قلته؟ مش كلام ده، انا مش ماشي. لو انت لسه جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تنساش تدوس لايك للفيديو ده، وصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. جيش محمود وصحر يكتبوا في التعليقات وجيش حوارات بطل، واللي ما يعرفش قناة حوارات طبعا بتاعت اخواتي هتلاقوها في اول تعليق مسبق او في الوصف. يلا شجعونا وقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن بالراحة. سخن. كلم جمهورك. كلامه بعد القلب. حرية صح؟ شطة كتير. سخنة أوي. شجعوني يا أبطال. فكر نستنى ما يبرد شوية. ما لو برد مش هتاكل. يا عم هاكل. انا دمعت والله من الحر من السخونيه. كلم جمهور. شجعوني، انا مرة اظهر على الفضائيات. خلصت من الدومي ده؟ بجد؟ انت اللي عامله وانت اللي عامل كل حاجه. مالك من انا بطل يعني؟ حرارة عالية أوي. البخار بيخلي الواحد يعرق بعد كل السخونية. ربيت الصوت اللي بيحصل.
اول مره تطلع مش تسلم على الناس. قلنا في التعليقات مين المثال يا جماعه؟ فهمت؟ انا بهدي عشان اعدي. بهدي عشان تعدي. كيف العرق؟ المفروض كنا نسيبه يبرد شوية. أصعب شيء في كل حاجة آخرها. انا عندي استفسار بس ليك. هي دي قناتنا ولا قناتك؟ قناتي. ما بتتكلمش ليه؟ عشان ما بتكلم بحصل. يا عم اتكلم والنبي. الموضوع صعب. مش صعب الكمية، صعب البخار طالع بيعرق. زود حرارة الجسم. طب احنا عايزين نصفي الماية عشان ناخد اللي تحتيه. كمل. خلاص انا كسبت. ميرسي يا ميرسي. هتتعب. طبق كسبت. صفي الميه كل اللي تحتيه. ازاي هصطادوا؟ اتصرف. ازاي انت بتتلكك؟ مكسر. نص معلقه يعني؟ طب ما انا فاضل لي نص معلقه. يا راجل ده كل نص معلقه؟ فين نص معلقه؟
فلقيت ياما على الاقل ربع، انا فتفيت اللي باقي. طبعا ده اول مره اطلع عنده في قناته فهيسامحني جدا. كله مجرد عشان ما تزعلش. مبسوط. عايز بس الماي بجد احييه برغم انه خسر ان هو كان الكميه دي. لا والله مش كميه، مش قليله، 5 اكياس مش قليلين. يعتبر اللي باقي ربع كيس او تلت كيس. عشا يحيى اسد من الاسود حوارات. يلا انتظرونا في العقاب، وهيبقى عقاب صغير طبعا الحمد لله ترحيبا بيه، بس هيعجبكم جدا استنونا. ورجعنا لكم تاني في العقاب، وطبعا يحيى عشان صغير تالتة ثانوي ولسه هو بره يطلع معايا، فانا مش هقعد معاه في العقاب قوي، هكان العقاب خفيف كده كوميدي، لان يحيى اخي على العود وانا بحبه فمش هقرص عليه. ف بص يا عم انا هديك 10 حاجات اقول الاسم تدي الحاجه المميزه اللي فيها على طول، او الحاجه اللي هي مشهوره بيها او معروفه بيها، اذا كان حيوان انسان جماد ايا كان. تمام. زي تقليد الاصوات كده بس تقولها صح، واقول الاسم تنفذ على طول ما تفكرش. تمام تمام. خليكم معانا ونبدا مع بعض. اول حاجه اول حاجه حمار. نعم. مش انت صوت مش انا صوت الحمار ازاي؟ مش فاهم انت كده هتقف الواحده باثنين على طول. ثانية حمار ما مش فاكر هو مش عارف. طب قول لي كلمه انا هقلدها. لا ولا انا هعمل. ما انا مش فاكر هو بيعمل ازاي. بينهى ازاي؟ انا ابنه بينهى والله. كده هي كده سامع. انا مش عارف. جاموسه. لا قول لي حاجات انا اعرفها بقى. قول لي كلب، قول لي قطه. لا ما هي مزاج. يا عيال هي بتقول كده والله. معزه. مين؟ سهله دي حلوه عارفينها دي موجوده. محمد اخوك. انا بطل. هو بيمكن انا بطل. حمدي. محمود. تحدي ده صح؟ لا ما بقولش كده. على فكره تحدي صح. هو ايه انت كده؟ ما بيقولش كده. مش انا محمود ما بقولش كده. محمود مين؟ انا اعرف حد غيرك اسمه محمود. الموضوع صعب مش التحدي صعب. طيب البطه. كاك. لا دي فرخه. لا البطه بتقول برضه دي فرخه بتبيض. لا دي فرخه ممسوكه اداب ده غير التانيه. البطة 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 كاك 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 هي كده صح؟ ولا انا غلطان؟ اقول انا البطة 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 مش اوف مش عارف يعني وات؟ طب ما انا قلت باك 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 كده فاضل كام؟ احنا ما بنعدش خلاص. فاضل لك ثلاثة. فاضل ثلاثة. ماشي ثلاثة. ال اقول لك هو مش عارف اصلا هو عايز يقول ايه بس بيجمع. يلا انا بجيب لك حاجات سهلة انت مش عارف الصعب. قول لي جاموس. انا اعرف الجاموسه منين. اقول لك يا سيدي يلا يلا حصان. لا ده واحد عيال. لا ده الحصان لما بيجي بيعمل حرك ببقه كده. انا بشوف بتاع احمد السابع بيعمل كده. سيبك من ما بقولكش بيعمل ايه. طب الحصان بيهز ديله. هيهز لك ديلي ازاي ده دلوقتي؟ لا الحصان صوت الحصان. ما هو بيعمل كده. لا بيعمل كده. يعني ما بيعملش غير دي. دي مميزه. بس بيعمل بقه كده برضه. فاضل لك اثنين. هحطها لكم يا جماعه، هحطها لكم في المونتاج واعرفكم ان هو بيعمل اللي انا ما عرفتش اعمله. هقول لك اثنين. صوت الكتكوت. شو كده ولا مش كده؟ بيعمل كده. اخر حاجه بقى. اخر حاجه عايزه تبقى مخلة. نخليها صوت قط. يلا طب ده سهل. مياو 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 سهل.
لا واحدة كمان. عايز واحدة كمان. عايز واحدة كمان. عايز واحدة تاني؟ الموضوع بالنسبة لي ممتع أصلا يعني. يعني مش عقاب؟ ده عقاب جدا. نعيد ده عقاب جدا. هو صعب شوية بس يلا. يلا قول. عايز حاجة يعني؟ حاجة منعش. غني. وكده نكون اكتفينا النهارده. ومتنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناه حوارات. انا ما رضيتش اقول صحيح يا جاب والله عشان اول مره يطلع وخلاص معايا. لا بجد المنومي كان تقيل. لو عايزين يطلع معايا تاني شجعوه بقى واكتبوا في التعليقات خليه يطلع تاني ودوسوا لايك للفيديو وقناه حوارات. تشتركوا في قناه حوارات قبل ما تشتركوا في القناه دي. لا احسن يبكي عليكم. اطلع ابوسكم من يلا استنوا تعدي جديد وفيديو جديد. سلام عليكم. حوارات.